بصوا هو الحصة طبعا سهلة إن شاء الله. خلصت من بره وخلصت حاجات بسيطة كده، إيه عملت لها ورقة خط الإيد لأنها حاجات مش مهمة أوي. تمام؟ يا نهار أسود، شوف الترابيزة مطلعة إيه. ماشي، وهنبدأ النهاردة في الإيه؟ في الإنفكشن. أسهل جزء طبعا إن شاء الله الإنفكشن. الإنفكشن ده هنتكلم عن إيه؟ يلا كده مع بعض نبدأ الدنيا المفروض. هو الامراض كم نوع في حياتنا؟ نوعين، يا اما كوميونيكابل يا اما ايه؟ نون كوميونيكابل. كوميونيكابل الامراض بتنتقل من شخص لايه؟ لشخص. زي مين؟ زي انفلونزا، تي بي، مينجايتس، كل الامراض اللي انت درستها في المايكرو والبرا تعتبر ايه؟ كوميونيكابل. اما النون كوميونيكابل ديزيز هي الامراض اللي ما بتنتقلش، زي مثلا الدايبيتس والهايبر تنشن والكلام ده. ماشي الكلام؟ طب ما تقربوا قربوا عشان نحط كلمه كده. قربوا اطلعوا عشان بس معانا المذكره دي وبعد كده نحط المزيد على طول. بعد كده هتلاقي الدنيا ايه مظبوطه باذن ربنا. استهدي بالله بس وقولوا ايه لا اله الا الله في الدين وتتكلم معايا. ماشي، مش عارف ايه ده اللي فيها كان بيقولوا فيها يعني. بصوا دلوقتي ايه، قولي عشان مش مشكله عليها. بصوا استني دلوقتي ليه نقول بسم الله الرحمن الرحيم لحد بس المذاكره ما تيجي، بعد كده خليكم تكتبوا الاسكيمات عادي. خلينا نعمل ورقات صغيرين خالص. اي انفكشن عشان تحصل محتاج حاجه اسمها ابدينولوجيكال ترايات. يعني ايه كلمه ابدينولوجيكال ترايات؟ ترايات يعني ثلاثي، يعني طبعا انت الحصه دلوقتي هتكمل من الشرح بالعادي كده اصلا باذن الله. ثلاثي يعني ايه؟ يعني ايه اهم ثلاث حاجات مسؤولين عن حدوث المرض. بص كده قال لك ان بس مش اي مرض، انا بتكلم على مين؟ على الانفكشن. الانفكشن محتاجه هارمفول ايجنت. يعني ايه هارمفول ايجنت؟ ايجنت ريخ يجي ان كونتاكت مع صلصته بالوسط. حلو، امبروبر انفايرمنت واتس كولد ابيدمولوجيكال ترايل. يبقى الابيدمولوجيكال ترايل يعني اقصد دي لو قلت لك ان اهم ثلاثه فاكتور عشان المرض يحصل يبقى ثلاث حاجات. لازم يبقى الايجنت ايه؟ رخم. كان دايما قلنا في الانفايرمنت يا الايجنت تبقى رخم يا المناعه تبقى قليله. فالعلاقه بين الايجنت ومين؟ والوسط. ولازم الكلام ده يبقى امبروبر انفايرمنت. اديني مثال لو جيت قلت لك اي واحده من دول لو مش موجوده مفيش المرض، زي اللي هرسها. اللي هرسها دلوقتي الايجنت نفسه اللي هو الشيستوزوما منصوماي او الهيماتوما، ده اللي هو الاورجانيزم اللي هو اللي هرسها نفسها. محمد اسمه ايه؟ بوست نزل الترعه. عارفه لو في واحده من دول مش موجوده يبقى مفيش ايه؟ يبقى مفيش مرض. يعني مثلا افرض عندنا ترعه حلو وفيها ايجنت بس مفيش محمد اللي بينزل يبقى مفيش بنهرس وهكذا. الانفلونزا مثلا، الانفلونزا اسمها ايه؟ ايجنت. بتيجي لاخويا محمد يبقى ايه؟ هوست. عايشين في بيت فيه اوفر كراودنج يبقى انفايرمنت. عشان كده سمى الثلاث دول يا اسراء ابيدمولوجيكال ايه؟ ترايات. دي لازم جمله ام سي كيو تجيلك. هيبدا يشرح كل واحد ده من الترايات. اول واحد في الترايات اسمه ايه؟ الايجنت. لما باجي اشرح الايجنت بتكلم عن حاجتين، بتكلم عن تايبس انواع اهو. لما معنى كلمة ابيدمولوجيكال ترايل قلنا كام كلمة؟ ثلاثة. ايجنت بص ايه؟ وانفايرومنت. الايجنت اللي هو مين؟ الاورجانيزم. عايز تكون فاهم؟ الايجنت بنتكلم عن التايبس والكاركترز. يعني ايه التايبس والكاركترز؟ بصوا كده معايا. الايجنت ممكن يبقى ايه؟ التايبس دي بنكتب عليها قرايه. قرايه ليه؟ اي حاجه بقى الايجنت ممكن يبقى ايه؟ فيروس زي الهيباتيتس، ممكن يبقى بكتيريا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، صح ولا لا؟ كوكاي او باسيلاي زي الانتريك فيفر والتي بي. ممكن يبقى فنجاي، تسمعوا عن حاجه اسمها التينيا كابيتس. التنيا اصلا ده فانجل انفكشن. بتيجي في لما بتيجي في الراس بيسموها تنيا كابيتس، لما بتيجي في الرجل بيسموها تنيا بيتس. ممكن تبقى ريكيتزيا، ممكن تبقى اتنين بارازيتيك اللي هو البروتوزوا والميتازوا. دي كلها اسامي مين؟ الايجنت. هل دايما التعرض للايجنت يعمل كيميكال ديزيز؟ هل التعرض للايجنت يعمل كيميكال ديزيز؟ لا، في ايجنت بيبقى حنين، في ايجنت هارمفول بيبقى رخم. فعشان كده بص الكاتب ايه؟ كاتب ان الاكسبوجر تو ايجنت نوت اولوز كوز كيميكال سيمتومز. وعلى فكره لو قدر الايجنت ان هو يعمل كيميكال سيمتومز معنى كده ان الايجنت رخم ولا حنين؟ رخم. ليه؟ لان ممكن يجي لي انا ايجنت وما حصلش حاجه لان انا مناعتي كويسه او الايجنت ضعيف. عشان كده في عوامل في الايجنت. معنى السؤال بالعربي ايه؟ الفاكتورز اللي لها علاقه بالايجنت دي معناها ايه؟ معناها العوامل اللي بتاثر توتال اسرع صح؟ على رخامه الاورجانيزم او رخامه الايجنت. تاني عشان ما تتوهش من بعض، الانفكشن عشان تحصل محتاجه كام فاكتور يتكلموا مع بعض؟ ايجنت وسط ايه؟ يعني مثلا اشمعنى انت اختك وانتوا في بيت واحد جالها مثلا انفكشن وانت ما جاتكيش، مع ان نفس الاورجانيزم موجود في البيت، لان انت منعت كويسه عنها، فقال لك خلاص يبقى لازم ايجنت تريفل ويجي لشخص معرض سسبتر ليه؟ هوست، ويجي امبروبر انفايرمنت يعني بيئه مناسبه لنمو الاورجانيزم. حلو الكلام؟ حلو، هيشرح الايجنت، هنتكلم عن التايبس والكاركترز، يقصد ايه بقى بالكاركترز؟ كاركترز يعني العوامل اللي بتوقف عليها رخامه الايجنت. بيقول لك في ناتشرال كاركترز ربنا خلقها فيه، يعني مثلا ايه اللي بيخلي الدفتريا رخم؟ انها بتطلع توكسين. دي حاجات ربنا خلقها في الايجنت نفسه. بصوا اول حاجه ناتشرال كاركترز في ايه؟ ايجنت اللي هما اتنين بحرف الام، الموتيليتي والميتابوليزم. يعني في اورجانيزم يبقى الموتيليتي بتاعته ايه؟ عاليه، فيخترق البني ادم بسرعه فيعمل مرض بسرعه. في الميتابوليزم واتنين على نفس الوزن اللي هو الريبرودكشن، يعني الهيباتيتس سي يقول لك اول ما يخش جسم بني ادم بيتكسر بسرعه. عشان كده لو تسمعوا ان الهيباتيتس سي في منه تحليل كمي وتحليل كيفي،
كيفي اللي هو النشاط والكمي اللي هو العدد. فده الري برودكشن او برودكشن اوف مين توكسين. تحفظوه ازاي يا اسراء؟ اتنين بحرف الام موتيلتي وايه؟ ميتابوليزم، واتنين على نفس الوزن اللي هو الري برودكشن والبرودكشن اوف ايه؟ توكسين. بصوا العوامل الثانيه، العوامل الاولانيه دي كانت ناتشرال كاركترز، العوامل الثانيه كاركترز اوف ايجنت ريليتد تو انفكشن بروسيس. يعني ايجنت هيومن انتراكشن. واحد يقول لك يعني ايه ايجنت هيومن انتراكشن؟ بصوا الاربع اسامي دول، لفظ اسمه ايه؟ انفكتيفيتي، ولفظ اسمه ايه؟ باثوجينيستي، وبعدين فيرولانس، وبعدين ايه؟ انتيجينيستي. بص يا اسراء، دخلت الاربع جمل ابيليتي اوف ايجنت تو، ابيليتي اوف ايجنت تو، كانه بيقول لك ايه؟ ادي الايجنت وادي البني ادم الهيومن. عشان كده سمى الموضوع ايجنت هيومن انتراكشن. في اورجانيزم يقدر ينفيد او ينفكت بس، ده اخره، دي بنسميها ايه في الطب؟ انفكتيف. لكن لو قدر يقوز الديزيز يعمل مرض، دي بنسميها ايه؟ باثوجينيست. لو قدر يرخم ويدخلك في فوق في سيرنس كومبليكيشن او ديس، دي بنسميها ايه؟ فيرولنس. فهمت يا اسراء؟ يبقى دخلت الكل ايه؟ ability of ايه؟ ايجنت. مره تو انفيد او انفكت يبقى مين؟ مره ان هو يسبب مرض يبقى باثوجينيست، مره انه يعمل سيرنس كومبليكيشن وديس يبقى فيرولنس. لو قدر يستيميوليت الانتي بادي يبقى هو انتيجين، يبقى بنسميها انتيجينيست. سهله كده كلها. يبقى ايجنت يوصل ايه؟ الانفايرومنت. الايجنت بتتكلم عن كام حاجه؟ اثنين، بتتكلم عن التايبس والايه؟ والكاركترز. الكاركترز نفسهم التايبس قرايه، وكل لما اقولها بحاجه قرايه معناها ان حاجه سهله، يا فيروس يا بكتيريا يا فانجاي يا كيدزيا يا اي حاجه من الحاجات دي. الكاركترز كام حاجه؟ اثنين، يا اما ناتشرال كاركترز اوف ايجنت اللي هي حاجتين بحرف الام موتيليتي وميتا بوليز، ويا اما اثنين على نفس الوزن ريبرودكشن اند برودكشن اوف ايه؟ اوف توكس. هنبدا نتكلم بعد كده عن البوست، العوامل اللي بتوقف عليها المناعه، العوامل اللي بتوقف عليها المناعه. احنا قلنا العوامل هنا اللي بتوقف عليها ايه؟ الرخام. ما انا قلت لكم يا اما الايجنت تبقى رخم، يا اما المناعه تبقى محترمه، يعني وهكذا. فبص هنا السؤال، بوست فاكت ذات افكت هيز اكسبوجر تساوي ايه؟ سستبيلتي، عكسهم مين؟ ريسبونس اللي هي الاميونتي. على فكره الاميونتي عكس السستبيلتي، اذا العوامل اللي بتوقف عليها الاميونتي هي العوامل اللي بتوقف عليها السستبيلتي، لان لو الاميونتي زايده السستبيلتي هتقل، إيه؟ والعكس. فهمت قصدي ولا اقول صح ولا غلط؟ هل هناك علاقه بين المناعه والايدج؟ انهي مناعه قليله؟ الاكستريم اوف ايدج، يعني ايه اكستريم؟ يا صغير قوي يا كبير قوي. طب السكس، هل هناك علاقه امراض بالفيميل اكتر من الميل؟ اه، زي ايه؟ ما تغلطوش. زي ايه؟ امراض. الله ينور عليكي، انا مش عايز امراض، انا عايز انفكشن بالذات. مش عايز اي مرض، يعني مش عايز تقولي كانسر بريست. فاهم؟ انا عايز حاجه مرض لها علاقه بالانفكشن. البوليوميلايتس بيجي في الفيميل اكتر. بوليوميلايتس انفكشن اهو. من حاجه ولا لا؟ يبقى اول حاجه بصي الايدج والسكس والجينيتيك. فاهمين معنى السؤال؟ الايدج كل اللي هتكتبيه ان اكستريم اوف ايدج بيقلل ايه؟ يعني بيزود الانفكشن او بتزود السستبيلتي، نفس المعنى. ثاني حاجه ان بعض الديزيز بتاثر على الفيميل زي البوليو. ثالث حاجه جينيتيك، كنا بنقول على الثلاثه دول زمان نون ايه؟ نون ايه؟ موديفايبل، اللي هو الايدج والسكس والجينيتيك. حاجات ما نقدرش ايه؟ نغيرها. قولوا صح ولا غلط، الحمل بيأثر على المناعه؟ كلنا عارفين ان الواحده الحامل مناعتها ايه؟ قليله. عارفين ليه؟ البريجننسي اكتشف هو والبيوبرتي. البيوبرتي اللي هو الايه؟ البلو او الفتيك. ايه يا عم السيد نفسك عم السيد؟ ما خليتش البنت اسمها جابت بتاع حاجه لا تسلم يا فندم حبيبي عم السيد تسلم. انا مش عارف معاك. ماشي يا جماعه. يبقى الايدج والايه؟ يبقى الايدج والسكس والايه؟ والجينيتك. خلاص؟ دول بتوع مين؟ الثلاثة نون ايه؟ نون موديفايد. ماشي يا جماعة؟ الثلاثة نون ايه؟ نون موديفايد. كده صح. طيب نقرا مع بعض كده؟ طيب قبل ما نكتب الاسكيب وقبل أي حاجة، إيه رأيكم؟ إحنا قلنا دلوقتي بالله عليك كده عشان تبقى الدنيا مظبوطة، الإيدج بيأثر على المناعة ولا لأ؟ قلنا لأن كسيمو في جي 6 والجينات، الحمل بيأثر. عارفين الحمل والبيوبرتي والفتيك؟ عارفين الحاجات دي بيسموها إيه؟ هل الحمل حالة باثولوجيكال؟ لا. يعني الحمل ده بنسميه في الطب فيسيولوجيك ستيت، دي حاله عاديه، بس الفكره ان حاله الجسم كلها بتبقى واقعه، فالمناعه بتبقى ضعيفه، شبه مين البريجننسي؟ البيوبرتي. فاهمين ازاي؟ فممكن فتيك، واحد بقاله اسبوع ما نامش فيقول لك جاله ضربات بس مناعته واقعه. فاهمين حاجه ولا لا؟ فده بنسميها فيسيولوجيك ستيت. فرصه حدوث الانفكشن بتزيد، لا والسيفيرتي كمان بتزيد، يعني الواحده الحامل لما بيجي لها دور انفلونزا مش زي الواحده العاديه لما بيجي لها دور انفلونزا. طب بقول لكم ايه؟ النيوتريشن له علاقه بالاميونتي. اقروا كده؟ يبقى سيبنا من الايدج والسكس والجينيتك، ومش هنكتب السكيما دلوقتي. البريجننسي اللي هو الحمل، شبه مين البريجننسي يا اسراء؟ البيوبرتي، وشبههم مين يا اشرف؟ فتيك، بنسموهم ايه دول في الطب؟ فيسيولوجيك ايه؟ ستيت، بيزود الانسلنس والايه؟ والسيفيرتي. بعد كده النيوتريشن، قولوا صح ولا غلط؟ ما النيوتريشن بيزود الانفكشن؟ صح ولا لا؟ ما النيوتريشن بيزود ايه؟ الانفكشن. في اثنين على دايما على وزن على نفس الوزن، اديوكيشن وايه؟ واكيوبيشن. بص في اكيوبيشن له علاقه، لاحظوا ان انا المره دي بتكلم عن مين؟ على الانفكشن. في اكيوبيشن له علاقه بالانفكشن؟ زينا الميديكال ستاف
واللاب وركر يعني كده الانكيوبيشن كاتب ايه؟ كاتب ان سيره الانكيوبيشن ارمور جرو من كلمه جرو هنا يعني ات ايه؟ اتريس الانفكشن زي ميديكال ستاف واللاب وركر توت انتوا صح؟ الايجنت زعل صح؟ انا بنكتب السكيما بتاعته دلوقتي بس سيبنا من الايجنت قلنا دلوقتي بنتكلم عن مين؟ عن الغاز يبقى هناخد الايج مع السكس مع مين؟ مع الجينات كلامنا عليهم ايه في الايج والسكس والجينات؟ الثلاثه نان ايه؟ سلام السلام عليكم ايه يا باشا؟ نص ساعة بالظبط طيب ماشي طيب ده قلنا ليه الايج والسكس والجينيتك خلاص خلصنا منه تعال نتكلم عن مين؟ عن العوامل التانية في بريجننس وايه؟ ونيوتريشن صح ولا لا؟ طب عرفتوا يعني ايه الادوكيشن والكوبيشن؟ الادوكيشن زي ايه؟ قلنا زي الميديكال ستاف واللاب وركر صح؟ الادوكيشن هيأثر عليه في واحد يقول لك التعليم لما بيزيد نسبة الأمراض الانفكشن تقل يقولوا ليه؟ يقولوا أصل واحد متعلم الهابتس بتاعته هتبقى سانيتري ولا لا؟ الوعي الصحي هيبقى إيه؟ عالي فالإديوكيشن بيأثر على ثلاث كلمات علموا عليهم كده واحد سانيتري إيه؟ هابتس اثنين هيلث كونشس إيه؟ نس عارفين يعني إيه كلمة براكتس سورد انفكشن؟ يعني ربك على الانفكشن يعني أنا أسراء لو جالها دورة انسولايتس عارفة إن انسولايتس ممكن تقلب قدام بروماتيك فيفر فراح خدت الدواء براكتس سورد إيه؟ انفكشن لما تيجي على ظهر الورقة كده وتكتبوا سكيما رايقة كده إزاي بقى؟ دلوقتي بيقول لك إيه؟ دلوقتي يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد عايزين نعرف ايه العوامل اللي بتوقف عليها حدوث المناعه العوامل اللي علاقه بالمناعه لو في ثلاثه نون موديفايبل مين ثلاثه نون موديفايبل عندنا بسرعه ها الايج والسكس ومين والجينيتك في مشاكل دلوقتي بص لما اقول بالعربي كده يا اسراء واحده حامل محتاجه اكل كتير كلمه حامل يبقى ايه بريجننسي كلمه اكل كتير ده هتفكرك بايه بالنيوتريشن خلاص واثنين على نفس الوزن education مع مين؟ مع incubation صح ولا لا؟ education مع مين؟ مع incubation تقولي اخر اثنين بس كده ونرجع تاني للسؤال تاني بصوا واحد فقير ده بالعربي محتاج فاكسين لما يكون واحد فقير محتاج ياخد فاكسين افهمكوا يعني في اثنين ايتم جايين كمان شويه اهو استهدى بالله بس قول لا اله الا الله تقروا كده معايا فكتب ايه الاول؟ كتب ايجي وسكس ومين؟ وجينيتك والحمل كتب ايه؟ واحده حمل يبقى ايه؟ pregnancy اللي هي شبهها البيبرت والفاتيك education على وزن مين؟ الكوبيش واحد فقير يعني سوشيو ايه ايكونومي واحد فقير يعني كلمه سوشيو ايه ايكونومي محتاج تطعيم ايه يا جماعه ايمونايزيشن محتاج تطعيم ايه عارف السوشيو ايكونومي بيأثر على ليه قال لك عشان انت لو السوشيو ايكونومي بتاعك قليل السناتري كونديشنز هتبقى ضعيف الاكل مش هيبقى مظبوط فاهم قصدي ولا لا فيبقى كده يبقى السوشيو ايكونومي بيأثر على كلمتين يا اسراء تبع النظافة اللي هو السنتري كونديشن والتغذية اللي هي جودي الميمايزيشن لو انا واخد تطعيم من مرض ضد مرض زمان مش ده بيديني مناعة ضد هذا المرض يبقى من العوامل اللي بتوقف عليها الاميونتي بتاع البني ادم في الفاكسين طب يا جماعة الدكتور شافه بقى ياخد خطة غريبة شوية اسرعوا ركزوا في السؤال اللي جاي لك الدكتور سأله قال ايه هل من العوامل اللي بتوقف عليها الاميونتي بتاع البني ادم حدوث الانفكشن؟ مش في قاعده بتقول لك اللي جاله حصبه مره ما تجيلوش تاني ليه؟ لان مع الانفكشن شبه الفاكسين ان هما الاثنين بيخشوا ايه؟ حافز الاميون سيستم بيكون انتي بادي اجينست الانفكشن فاخر فاكتور كتبنا عليه اميونايزيشن لكن جاب تركو واحد فقير محتاج تطعيم كلمه واحد فقير يعني سوشيو ايه؟ ايكونوميك محتاج تطعيم يعني اميونايزيشن بص كده اللي هو الفاكسين او الكلينيكال وصاب كلينيكال انفكشن ايه الفرق بين الكلينيكال وصاب كلينيكال لما الانفكشن تجي لي في الصوره الكامله بتاعتها يعني كل سيمتوم وصاين ده بنسميه كلينيكال لكن شويه اعراض بس صاب كلينيكال في امراض من الكلينيكال اتاكس بتاعتها بتعمل اميونتي في امراض اللي بقى محتاجه ريبيت صف كلينيكال خلاص طب اقلب الورقه معايا في تعريف عن الدنس من الدي اي بي اسمه هيرد اميونتي تقول كده اسرع يبقى اول حاجه مين الايجنت اول حاجه في اللي هي اسرع الابيديولوجيكال طريات اول حاجه الايجنت كده فهمنا يعني ايه ايجنت ووصفه كل حاجه وتايبس وكاركترز بعد كده اتكلمنا عن مين الهوست قلنا الهوست له كام فاكتور تسعه قولهم لي كده ايج وسكس وجينيتك وبريجننسي ونيوتريشن وايديوكيشن وايكلوبيشن وسوشيو ايكونوميك واميونايزيشن ستيت في اي مشاكل؟ طب اسالكم سؤال فاكرين التعريف ده هيرد اميونتي اكتب كده المناعه على مستوى البلد يعني ايه المناعه على مستوى البلد؟ قطيع كلمه هيرد قطيع بص انا لو شفت حد مثلا مطعم ضد الحصبه ده على مستوى الاندفيدوال لكن لما عدت في مصر كلها مين مطعم ضد الحصبه؟ بصوا هنا كده والاقيهم مثلا 95% يعني 95% مطعمين ضد الحصبه؟ يعني كل 100 بني ادم في 95 واحد منهم مطعم اجينست الميزيس هل فرصه حدوث المرض فرصه حدوث وباء كومن ولا ليس كومن؟ ليس كومن لان لو الهيرد اميونتي يبقى الهيرد اميونتي اقرا كده التعريف جميل قوي بيقول لك هو اول كوميونتي اميونتي يعني ايه اول كوميونتي اميونتي؟ يعني مناعه على مستوى الايه؟ البلد اجينست مين؟ سيرتن انفكشن يعني ات انديفيدوال ات بيبيليشن ام سي كيو طب قول صح ولا غلط يا اسراء؟ اتس بارير اجينست ايبيديميك اوكيرنس
يعني لما الهيرد اميونتي بتزيد يبقى فرصه حدوث الوباء بتقل صح ولا لا؟ فهمتها يا دكتوره الخطوه الثانيه دي؟ طب الخطوه الثالثه بتقول ايه بقى؟ ها؟ maybe acquired after frequent mass vaccination. يعني انت لو عايز تعلي الهيرد اميونتي بتاعت الناس تطعم كتير ولا لا؟ تطعم ناس كتير ولا ناس قليل؟ يبقى frequent يعني كتير وماس يعني ناس كتير، frequent يعني جرعات، فاهم قصدي ولا لا؟ يبقى maybe acquired after frequent mass vaccination. يبقى هنقول في الهيرد اميونتي بسرعه كده، الهيرد اميونتي قد ايه؟ ها اولا تعريفها تعريف مشهور كده، قول كوميونتي اميونتي اجينست ايه يا اسراء؟ سيرتن ايه؟ انفكشن. تاني حاجه ديس بارير اجينست ايه؟ ايبيديميك اوكيرنس، وميبي اكوايرد بعد فريكوينت ماس ايه؟ فاكسينيشن. اخر جزء في الطريقه دي اسمه ايه؟ انفايرومنت. بقول لكم ايه؟ تعالوا على الفيزيكال والبيولوجيكال اللي مكتوب عليها من صنع ربنا. ليه يا دكتور؟ ما كل حاجه من صنع ربنا ونعم بالله، بس تعالوا على السوشيال كده اكتبوا لي ايه؟ مان ميد انفايرومنت. يعني ايه كلمه مان ميد انفايرومنت؟ من صنع البني ادم. بص يا جماعه، القوانين والعادات والتقاليد مين اللي بيصنعها؟ ايه؟ فالسوشيال انفايرومنت يعني البيئه الاجتماعيه يوصل بيها العادات والتقاليد دي، دي صنع مين؟ بني ادم. لكن فيزيكال وبيولوجيكال ده صنع مين؟ ربنا. تعالى على الفيزيكال، ايه رايكم في الاير مش شبه النقطه والتمبريتشر مش شبه النقطه؟ تبلع الاربع حاجات دول ما فيهاش روح. قولهم لي تاني كده يا اسراء، ايه الحاجات اللي ما فيهاش روح في صنع ربنا؟ الاير وليه؟ الاير والوتر والتمبريتشر وليه؟ قول صح ولا غلط، الاربع عوامل دول ممكن يساعدوا او يمنعوا حدوث الانفكشن. ممكن يساعد على انها حدوث الانفكشن. ايه السطر الثاني كتب ايه؟ موديفيكيشن اوف فيزيكال انفايرمنت كان بريفنت ديزيز، صح؟ زي ما خدنا في الشابتر اللي فات قلنا الكلورينيشن بتاع الميه بيمنع الايه؟ التيفويد. يبقى انا كده عدلت في الفيزيكال انفايرمنت، فهمتوها ولا لا؟ عارفين يعني ايه بيولوجيكال؟ حاجه فيها روح. ايه الحاجه اللي فيها روح؟ اوريني التعريف بس يا اسرار. هو انفايرمنتال فاكتورز ذات مينتين ايجنت ترانسميشن. يعني انا مثلا عطست في وش واحد والواحد ده انا قال الانفكشن الواحد كده. فدي عوامل في الانفايرومنت بس ناس بني ادمين يعني فيها روح، فدي بنسميها بيولوجيكال انفايرومنت. ايه البيولوجيكال؟ هي الانفايرومنتال فاكتورز ذات مينتين الايجنت ترانسميشن. واخر حاجه السوشيال، السوشيال ده صنع مين؟ يعني مثلا بصوا هنا الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه في مصر مش غير الامارات وغير السعوديه، نسبه الانفكشن في البلاد اللي هناك ايه؟ قليل، لان البافرتي قليل، السوشيو ايكونوميك عالي، مستوى الادوكيشن عالي. ايه كده كاتب سوشيال اند ايكونوميك اند بوليتيكال فاكتور زي الانكم والادوكيشن والكالتشر والله. صعب كده يا جماعه؟ يبقى قلنا ده يعني انا عارف ان الاسم سريع بس كلام سهل ولا صعب؟ قلنا الانفكشن ايجنت هوستو ايه؟ وانفايرومنت ماشي يا شفا؟ ايجنت هوستو ايه؟ يا اسراء كلمة في الايجنت كام حاجه؟ في اثنين تايبس وايه؟ تايبس وكاركترز. تايبس وايه؟ وكاركترز. قلنا الهوست فاكتور ايه؟ تسعه. ايج وسكس وجينيتيك وبريجننس ونيوتريشن وادوكيشن وكيوبيشن وسوشيو ايكونوميك وميونيزيشن، صح ولا غلط؟ طيب بعد كده الانفايرمنت هسميها كام؟ ثلاثه. ايه الفرق بين الاثنين الاولانيين والثالثه يا اسراء؟ الاثنين الاولانيين صنع ربنا، الثالثه من ايه؟ من مين؟ الاولانيه ما فيهاش ايه؟ روح، والاخيره فيها ايه؟ روح. بقول لكم صحيح، هي الانفكشن سايكل ولا مش سايكل؟ ها؟ يعني ايه انفكشن سايكل بقى اللي هي التشين اوف انفكشن؟ بصوا 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 ده اسهل جزء بقى من بقى الايجنت اهو، انا عندي انفلونزا، الانفلونزا نفسها اسمها ايه؟ ايجنت. في مشكلة؟ عايشة عندي الشخص اللي عنده الاورجانيزم اسمه ايه يا اسراء؟ اسمه ريزرفوار. اسمه ايه؟ بيخرج من عندي من مكان اسمه اكزيت. اسمه ايه؟ اكزيت. واثنين عن طريق مود اوف ترانسميشن. ويخش عن طريق قلت لشخص تاني اسمه هوست يبدا يعدي فيبقى اسمه ريزرفوار وتكمل السايكل. انا الانفلونزا عندي، الانفلونزا اسمها ايه؟ اللي انا لسه متكلم عنه اللي هو ممكن يبقى فيروس او بكتيريا او صح؟ طيب انا اسمي ايه؟ لما اعطس في وشك يبقى الاورجانيزم خرج عندي من الماوس والنوز واتنقل عن طريق دروبلت انفكشن. عندنا اربع برانشات في الانفكشن، عندنا حاجات بتنقل عن طريق الهواء دروبلت، وعندنا حاجات بتنقل عن طريق الاكل في كوره، وعندنا حاجات بتنقل كونتاكت باللمس، وحاجات بتنقل بالحشرات والناموس اسمها ارثروبود. يبقى كم مود اوف ترانسميشن في الحياه؟ اربعه. ويخش عن طريق ماوس ونوز، يعني غالبا الاكزيت شبه الالت. وبعدين اثنين عن طريق مود اوف ترانسميشن، يخش عن طريق ماوس ونوز ويخش لشخص اسمه هوست يقلب بعد كده عشان كده سمى دي انفكشوال سايكل. اقرا كده الانفكشوال سايكل هي عباره عن ايه؟ واحد مين؟ الايجنت عايش عند شخص اسمه رقم اثنين ايه؟ على ديك اليمين ريزرفوار. وبعدين اثنين عن طريق حاجه اسمها او يخرج عن طريق حاجه اسمها بورتال اوف ايه؟ اكزيت. واثنين عن طريق حاجه اسمها مود اوف ترانسميشن. يخش عن طريق مين؟ انلت اللي هو الانتري. يبقى خمسه لشخص اسمه ايه؟ هوست. بص بص بصوا الهوست ده، الهوست ده خد سهم منه كده وبعد كده اكتب عليه اقلب ريسرفوار. خد سهم منه للريسرفوار واكتب يقلب ريسرفوار عشان ابقى متاكد ان هي ما فيش ايه؟ سايكل. انت دكتور كده ولا لا؟ تمام؟ يبقى اول حاجه عرفنا مين؟ قولوا معايا تاني.
عرفنا الايجنت. بعد الايجنت اتكلمنا عن مين؟ مش عارف هوست. وبعد الهوست اتكلمنا عن مين؟ انفايرومنت. كم نوع من الانفايرومنت يا اسراء؟ اللي هما مين؟ فيزيكال وبيولوجيكال وايه؟ وسوشيال. جينا بعد كده احنا متكلمين عن الفيتشر سايكل. الاورجانيزم نفسه اسمه ايه؟ اول حاجه الانفكشوس ايجنت از بيفور. رقم 2 سورس اوف انفكشن انفكشوس ايجنت. رقم 2 سورس اوف انفكشن او اند ريسيرفوار. سورس اوف انفكشن اند مين ريسيرفوار. ايه اسوء مفيش معانا ده ليه النهارده؟ ايه مفيش معانا ده ليه؟ عشان ما عشان السكيشن. طب اقول لكم على حاجه. فاكرين لما كنت بقول لكم يلا والنبي بالله؟ فاكرين لما كنت بقول لكم ان في كلمتين في المنهج يمشوا شبه بعض لما كل واحده تيجي منهم تمشي الاثنين ولما يتحطوا الاثنين قصاد بعض لازم تفرق بينهم؟ زي مين في المنهج؟ فاكرين المانجمنت والادمنستريشن؟ طب فاكرين الجول والاوبجكتيف؟ فاكرين البري امبلويمنت والبري بليسمنت؟ فاكرينهم ولا لا؟ هنا برضو في كلمتين، كلمه اسمها سورس اوف انفكشن وكلمه اسمها ريسيرفوار. على فكره الاثنين يمشوا واحد بس ساعات لازم افرق بينهم. بص هنا 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 انا محمد اهو عطست في وش احمد. انا كده اسمي ريسيرفوار وفي نفس الوقت اسمي سورس اوف انفكشن. عادي الاثنين جزء واحد، الاثنين واحد جزء لا يتجزا من بعضه. بص هنا بص هنا. عارفين احمد محمد بتاع امبارح بتاع عربيه الفول عطس في وش؟ لا عطس الاول في طبق الايه؟ الفول. سيادتك جيت كلت من طبق الفول. فعندي كام حاجه دلوقتي يا اسراء؟ اثنين عم محمد وطبق الفول. مين فيهم ريسيرفوار؟ اقول لكم على حاجه، الريسيرفوار هو الاقوى، هو المسكن الاصلي للاورجانيزم. اقصد بيه مين؟ عم محمد. لكن السورس هو طبق الفول، ما هو اللي حلقه وصل. هو ده بتاع الفول اللي عايزك تخلي بالك منه. فعلم كده اكتب على الريسيرفوار هو الاقوى. يعني ايه الاقوى؟ هو الناتشرال ايه؟ هابيتات. يعني ايه كلمه ناتشرال هابيتات؟ المسكن ايه؟ المسكن الايه؟ الاصلي او المسكن الطبيعي ان ويتش الايجنت ليف او جرو او مالتي بلاي. فاهم حاجه ولا لا؟ يعني المسكن الاساسي اللي بيعيش فيه الاورجانيزم، يقدر الاورجانيزم ايه؟ يليف او يجرو او ايه؟ مالتي بلاي. في مشكله؟ لكن اقول لكم على حاجه، حلقه الوسط. طب اسالك سؤال، هو حلقه الوسط لازم تبقى شخص؟ ممكن تبقى انيمال؟ ممكن تبقى اي حاجه، حد طبق الفول. اقروا كده تعريف السورس اوف انفكشن ايه؟ هو بيرسون او انيمال او اي سبستنس فروم ويتش ايه؟ اكتب على كلمه فروم ويتش ايجنت باست تو هوست، دي هو حلقه وسط مش اكتر. ما هو ادام باست تو هوست يعني ايه؟ بصوا ادام باست تو هوست يعني هو مش عايش جواه، هو مجرد بيمر من خلاله. فهمتوا حاجه ولا لا؟ فهمتها يا اسراء؟ السؤال اللي جاي دوت اكتب عليه 2016 باذن الله. اللي هو انواع مين؟ انواع ريسيرفوار. يعني ايه ريسيرفوار قلنا؟ اللي تاه مني في حاجه يقول لي. يعني ايه بدون مشكله طريقه قلنا؟ الهوست والانفايرومنت. الايجنت خلصنا الكلام بتاعه، والهوست 9 فاكتور، والانفايرومنت 3 فيزيكال وبيولوجيكال وايه؟ وسوشيال. في مشكله؟ عرفنا الفرق بين ايه اللي يميز كلمه ريسيرفوار؟ ناتشرال هابيتات، المسكن الطبيعي. ليفو جرو مالتي بلاي، ليفو جرو مالتي بلاي. امال كلمه سورس اوف انفكشن؟ كلمه فروم ويتش ايجنت باستو مين؟ السؤال ده هيجي لي ان شاء الله السنه دي. بصوا لما يجي لكم باذن ربنا اوعى تنسى ان الريسيرفوار اي حد عنده ايه؟ عنده ايه؟ اورجانيزم. محمد لو عنده اورجانيزم يبقى ده هيومن. كلب لو عضك في الشارع يبقى انيمال. في بقره بتنقل امراض، في كاتل، في يعني حاجات كتير. بص لو شويه تراب جم على ايدي فاهمين حاجه ولا لا؟ في جرح وانا قالوا لي تيتانوس، يبقى هنا ريسيرفوار نون ليفنج. اذا اوعى تنسوا ان الريسيرفوار كام نوع؟ ثلاثه، يا هيومن يا انيمال يا نون ايه؟ يا نون ليفنج. روح كده هتقع من تحت الاول. النون ليفنج زي مين؟ تيتانوس والجاز جانجري. طب الانيمال ريسيرفوار فاكرين الامراض اللي كانت بتنقل من الانيمال للهيومن كان بيسموها ايه في الطب؟ هتفكر؟ الامراض اللي بتنقل من الانيمال للهيومن كان بيسموها زونو. اكتب على اول جمله ام سي كيو زونوزيس. ايه اكزامبل الانيمال ريسيرفوار؟ الدب والكات. عدلوا الكلمه دي مش فات. دوجو ايه؟ وكات وكاتل وغورس. طب ايه امثله للزونوزيس؟ ايه الامراض اللي تعرفوا عنها ان هي انيمال ترانسميت ديزيز؟ الريبز مثلا، مرض السعار بيجي من الدوج، اليلو فيفر. ريسيرفوار ايه اليلو فيفر؟
لا الفرج الناموسي دي اللي حاله الوصل، لكن من الريزرفوار يعني اللي جاي منه المرض ممتازه. كان بيقولوا فيفر له نوعين، كان اربن وجانجل، حد فاكر الاربن ده بتاع الهيومن والجانجل ده بتاع القرود. المهم يبقى ده الانيمال ايه ريزرفوار. تعالى بقى على الهيومن ايه. بصوا يا جماعه يعني ايه هيومن ريزرفوار؟ يعني اي شخص عنده ايه اورجانيزم. بصوا هنا الكلمه دي، الشخص اللي عنده الاورجانيزم حاجه من اثنين، يا عنده سيمتوم مصايب يا ما عندوش سيمتوم مصايب. اللي اسمه سيمتوم مصايب اسمه ايه؟ كيس. واللي ما عندوش سيمتوم مصايب اسمه ايه؟ كارير. اقول لكم على حاجه، الكيس نوعين والكارير ثلاثه. الكيس نوعين، يا عنده كل المانيفستيشن موجوده فنسميه تيبيكال، اللي احنا بنسميه اللفظ الثاني كلينيكال. يعني واحد جاي للعياده اللهم صل على النبي عنده 10 سيمتومز وساينز بتوع المينجايتس، زي ما الكتاب بيقول، اقول له تعالى حبيبي انا اشخصك كلينيكال من غير ما اعمل لك تحاليل، ده انت تيبيكال، فيسموها تيبيكال او كلينيكال. لكن لو واحد جاي لي بشويه سيمتوم مصايب، واحد عطس عطستين مثلا، هو مجرد انه عطس او في سيمتوم مصايب يبقى اسمه كيف، بس مش كل السيمتوم مصايب موجوده، فنسميها اتيبيكال او سب كلينيكال. فاهمين حاجه ولا لا؟ عشان الدنيا تبقى ماشيه ايه مظبوط. فاهم؟ يبقى الريسيفر كام نوع؟ الريسيفر كام نوع؟ يبقى هيومن يا انيمال يا نون ايه؟ يا نون ليفنج. قلنا عشان في ناس فعلا لما بيجي لها تايبس اوف ريزرفوار في الامتحان بتروح كاتبه كيس وكاريون، تبقى فرحه السؤال بتروح بتخليك تنسى. لا خلي بالك ان هم هيومن وانيمال ونون ليفنج. الهيومن بقى يا كيس ايه؟ يا كاريون. يلا بقى عشان التقسيمه بس اللي منتوش فيها اللي هي اسراء اسود، الكتاب كاتبها بصي بغباء شويه، فاحنا عشان نبقى مميزين بص. اولا هيومن ريزرفوار يا كيس او ايه؟ كاريون. راح قايل لك كيس اهو الاندفيدوالز وار سفرنج، كلمه سفرنج دي تساوي ايه؟ اكتب كده تساوي سيمتوم مصايب. ما هو ده بيعاني من المرض يعني ايه؟ يعني عنده سيمتوم ايه؟ مصايب. يا تيبيكال يا ايه؟ يا تيبيكال. طب بص التيبيكال يعني شو تيبيكال؟ اكتب على كلمه تيبيكال الثانيه دي قول. قول مانيفستيشن. واكتب على التيبيكال الاولى كلينيكال. فاهمني؟ يعني هو اصلا تيبيكال فالاسم الثاني بتاعه ايه؟ كلينيكال. ولانه بيوضح التيبيكال مانيفستيشن يعني كانه بيوضح كل الايه؟ المانيفستيشن بتاعت الديزيز، وكلمه مانيفستيشن يعني سيمتوم ايه؟ مصايب. فاهمين حاجه ولا لا؟ يقول لك which range of zero level of severity from being mild to moderate to severe. مش مهم يعني بتتراوح ما بين كونها مايلد ومودريت وايه؟ امال يعني ايه اتيبيكال؟ مش يعني doesn't show typical manifestation of mean disease. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه doesn't show typical manifestation of disease؟ مش كل السيمتوم ماشي؟ اكتب بقى تساوي الاخيره دي اللي هي الصف كلينيكال او الاولين افضل. بس عشان تقسيم الكتاب دي ما تبقاش غبيه بس. يبقى التيبيكال هي الاتيبيكال هي الصف كلينيكال والاولين ايه؟ افضل. بقول لكم صحيح الكارير بالراحه بس كده عشان الدنيا تبقى مظبوط. انت تبقى في الكيس ها هتبقى سهله تيبيكال وايه واتيبيكال. بس هو شخص عنده اورجانيزم وعنده سيمتوم مصايب كارير، عنده اورجانيزم وما عندوش سيمتوم مصايب ويقدر ينقل الانفكشن. بس ثلاث كلمات اقرا كده. اول حاجه هاربورنج للاورجانيزم، كلمه هاربورنج يعني كاري الاورجانيزم. مش مهم الكلمه اللي بين قوسين، مش مهم. وزود شوينج سيمتوم مصايب عند كابابل اوف ايه يا جماعه؟ ترانسميتنج الديزيز تو اذر بيرسون. حد فاهمها ولا لا؟ هو انا لو في بتحلوا الاربع ولا السبت؟ على الانفايرمنت كله معظم الناس بتحلوا السبت صح؟ طب انا كنت انزل الانجليزي في بكره ولا عادي؟ خليها الاربع بتاع الانفايرمنت. ما لو في ناس كتيره تمتحن الاربع يبقى تنزيله بكره. مش كتير انت والله. متخيل ان هم هيجيبوا الناس كتير؟ يمكن عشان مش هنبقى ظالمينهم يعني. الموضوع ظلم. طب ايه؟ طب اخليهم تروحوا تاخدونا عن سامع ولا يجيبوا له؟ انا بسامحكم جنرال يعني بيبقى اسهل ايه عليك؟ هنا لو كده يبقى هنا. بيبقى الاسهل يعني صح؟ انا هنزله بكره صح؟ طب يا حبيبي اصلا دي نظريه برضه. انا نزلهم بكره عادي عشان الكتاب تبقى هيصه بس الاربع ايه؟ نزلهم الاربع خلاص؟ ماشي هسيب بقى الاربع كده. انا ممكن اخليها ايه؟ بعد الحصه وهم طالعين تاخدوها منهم. ماشي قلنا ايه كده؟
طيب الكارير بقى له كام نوع؟ اول حاجه اشتغل على النوع الرابع ده، سيبك من كورونا الكارير ده هيجي دور ده. الجيوبات لو كومبالزنت وايه؟ وكنت بصوا كده عشان ننجز القصه دي. بصوا يا اسرار، بصوا يا جماعه، يعني ايه انكوباتور كومبالزنت وكنت؟ هو يعني كارير، قلنا اي شخص عنده اورجانيزم ما عندوش سنتوم ايه؟ صايم. هو لما الاورجانيزم يخش جسم بني ادم مش بيعيش فتره اسمها ايه يا اسرار؟ وبعد كده بقى يبدا يظهر عليه سنتوم ايه؟ صايم، صح ولا لا؟ وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما بيتعالج بيمر بمرحله اسمها كومبالزنت سيبيريوم اللي هي مرحله النقاهه، صح ولا لا؟ هسألك سؤال، في الفتره دي في اورجانيزم ولا مفيش؟ في سنتوم صايم؟ لا في الانكوبيت هيسموكم انكوباتور كارير. غير كده يعني انكوباتور كارير شخص كان ترانسميت الايجنت في الانكوبيشن بيريد بفور الابيرنس اوف سيمبتومز. اه ولا لا؟ فاكرين لما كان الدكتور يقول للام وهي راحت تكشف على ابنها كتب له جرعه مضاد حيوي لمده 10 ايام ودوره تنسولايتس فيقول لها خلي ابنك يكمل العلاج لمده 10 ايام حتى لو السيمبتوم السنه اتلغت. يقولوا ليه؟ قال لك لان لما السيمبتوم هو المرحله دي اسمها ايه الاول؟ فيس. لما السيمبتوم الصايم بتختفي تمام، لما بياخد مضاد حيوي بيخش في مرحله النقاهه، سيبتم الصم بتختفي بس يبقى لسه الاورجانيزم موجود، بدليل ان المرض ممكن يرد عليه تاني. قالوا كده كونفرزنس كارير عليه، يعني الشخص ينقل الاورجانيزم فين؟ يبقى انا عندي كام نوع لحد دلوقتي؟ نوعين، يا انكوباتور ايه؟ بتقولوا معايا انكوباتور ايه؟ يا كونفرزنس. اقول لكم على بقى سر خطير، ان الانكوباتوري لازم يكمل المرض، ما هو اللي سماه انكوباتوري انه قدام هيظهر عليه سيمبتوم ايه؟ قصاري، وان الكونفرزنس راجع منين؟ من مرض. امال ايه الكونتاكت ده بقى؟ بص يا جماعه، لو قلت لكم ان في عيل عنده حظر، بص بس، عيل عنده حظر وجات الممرضه راح عطس في وشها، راحت واخده منه الاورجانيزم، روحت البيت عطس في وش ابن اختها، راحت ناقله له الاورجانيزم. في الفتره دي الست دي اسمها كارير. اولا الست دي المتوقع ان هي هيبقى اسمها انكيوباتور لان هيظهر عليها قدام سيمبتوم ايه؟ قصاير. الست دي طلعت متطعمه ضد الحصب زمان، فهي مجرد جت كونتاكت مع شخص خدت منه الاورجانيزم ونقلته لشخص تاني من غير المرض ما يكمل معاها، ده ساعتها بنسميها كونتاكت كارير. عشان كده كاتب جنب كونتاكت كارير ايه؟ ديورنج ايه؟ يعني ايه كير اوف كيس؟ يعني اكتب الممرضه بتاعت الحظ. بس هي دي اشهر حاجه بتاعت الحظ، نسميها كونتاكت ايه؟ كارير. في اي مشكله؟ بصوا بقى، يبقى دي التقسيمه الاولانيه، انكيوباتور ايه؟ اسمها ايه يا شباب؟ انكيوبيشن بيريد، والكونفرزنس اسمها اسنان الكونفرزنس ايه؟ بيريد، والكونتاكت اثناء الكير اوف ايه؟ كيس. بصوا هنا، بصوا هنا، بصوا هنا، بصوا هنا، لو فضل الاورجانيزم شويه ايام ساعات او ايام بنسميه ترانزيانت، لو فضل في جسم البني ادم شهور او سنين او اسابيع تمبراري، لو فضل سنين بيسموه كورنيك او بيرمنت، دي على حسب الديوريشن. حلوه التقسيمه دي صح؟ اخر تقسيم على حسب البورتال اوف اكزيت. بصوا الثلاث تقسيمات هحطهم لك تحت اهو، خلاص؟ عارف يعني ايه بورتال اوف اكزيت؟ لو بيخرج في الماوس والنوس يبقى اسمه ايه؟ ريسبيراتوري كارير. لو بيخرج في اليورين ليه بنقسم الناس على حسب الخروج؟ لا ليه؟ بصوا عشان لو جيت قلت ان محمد مثلا بلاد كارير كاني بقول لك تعالى كونتاكت مع محمد في اي حاجه مع الدم. لما اجي اقول على واحد ريسبيراتوري كارير يعني ايه؟ يعني ما تخلوش يعطس في وشك. هتفهم حاجه؟ وبالله التوفيق. خلصت القصه؟ الورقه دي بصوا كنت قلت الورقه الاولانيه بس ثلاثه كده. بص بص. قلت لك في حاجات هنا مش واضحه دي ايه؟ طيب ايه الحته دي؟ الحته دي بتقول لك قولي صح ولا غلط، الكارير اخطر من الاتيبيكال. صح ولا لا؟ ويجي بعده التيبيكال. فهمت حاجه؟ يعني الكارير يعتبر اخطر من السب كلينيكال او الاتيبيكال وبعد كده التيبيكال. خلاص؟ لا كارير وبعدين الاتيبيكال وبعدين تك. ليه؟ على حسب السمتوم والصايم. مين اللي مش واضح بالنسبه لي؟ كارير. ها؟ اتيبيكال بعض السمتوم والصايم وانما تيبيكال في سمتوم. بس يعني ايه اوزون لير بيرفوريشن؟ بصوا الورقه اللي انا بقول عليها ديت. بصوا يا جماعه الاوزون لير بيتكون فين؟ في الاتموسفير. فأني طبقه في الستراتوسفير. الاوزون لير طبقه الاوزون. تمام؟ الاوزون لير بيسموها جلوبال سان سكرين. اكتب عليها ام سكوير اسرار. ليه؟ هي بتحمي البني ادم من ايه؟ هي طبعا الاوزون بتتكون من الاوزو اندر اكشن اوف سولار انرجي. فاكر الفقره دي كانت رقم كام؟ رقم 6 في الجلوبال في الهارم فول افكت بتاع الاير بوليوشن. فاكرين؟ عارف بيحمينا من ايه؟ من الالترا فايلوت ريز اللي ممكن تعمل ايه؟ كانسر، صن بيرن، كاتاركت، دامج تو اميون سيستم. بس يعني عارفين الفقره دي اسمها جلوبال بوليوشن بروبلم. يعني ايه جلوبال بوليوشن بروبلم؟ يعني الحاجات اللي بيعملها الاير بوليوشن وبتاثر على مين؟ كل الاسرار. وبتاثر على مين؟ متأثر على العالم كله، الكرة الأرضية كاملة. طيب هما كام واحدة؟ كام واحدة دول؟ أربعة. فاكرين الرابع واحدة اسمها أسيد رين؟ وتشرح. فاكرين ولا لأ؟ طب فاكرين الاحتباس الحراري؟ بص 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 بعض الغازات زي السي أو 2، بص سي أو 2 والسي أو، سي أو 2 والسي أو، فاكرين الفريون؟ وبخار المية، الغازات دي كلها بتخلي عشان الشمس تعدي بس تمنع الإنفراريد ريز إن هي تعدي.
فالارض بتاخد الاشعه الشمس دي وتعكسها بعد كده في صوره انفراريد ريز، هي ما بتعديش الانفراريد ريز. بس سمينا الاوزون لاير ايه؟ جلوبال ايه؟ جلوبال ايه فوق؟ سان سكرين. توش منه تتكون في الستراتوسفير، ام اس كيو دي جت مره قبل كده. طبقه الاوزون بتتكون طبعا من طبقات الغلاف الجو اسمها ايه؟ ستراتوسفير. يعني ايه جلوبال وورمنج تحت؟ ها؟ سي او 2 الاول، سي او ولاد عم اهم، كلورو فلورو كاربونز اللي هو الفريون، والاوزون جاز وبخار الميه. ام اس كيو ممكن يسالك اي واحده من دول. زيز جازز، قول صح ولا غلط. بلاي ارول في ديترماين الايرث تمبريتشر، يعني بتلعب دور في تحديد درجه حراره الايه؟ الارض. ليه؟ لانها بتشتغل كحاجه اسمها جرين هاوس جازز. حط عليها ام اس كيو. انا النهارده في الورقه دي بدور على كام لفظ يا اسراء؟ ثلاثه. اول لفظ كلمه جلوبال سان. مين اللي اسمها جلوبال سان سكرين؟ الاوزون لاير. مين اللي اسمها جرين هاوس جازز؟ اصلا عمره ما يجي يسال في كلمه جرين هاوس الا لما يجيب كلمه ايه؟ جازز. فمين الجرين هاوس جازز؟ الجلوبال وورمنج. بصوا ليه بقى؟ لان هي بتشتغل كجلاس اوف جرين هاوس، بمعنى ان هي بتسمع بحاجه وتمنع حاجه. هي اللاو لايت وتراب الانفراريد وبعض الالترا لايت. الارض بتمتص السولار انرجي وتعكسهم في صوره انفراريد ريز، وتش ار تراب باي زيز جازز. فده بتاع درجه حراره الجو. انت ولا لا؟ تقولها بالفهم كده؟ ها؟ قولها بالفهم. يبقى انا دلوقتي بقول لك ان زيز جازز اللاو السان لايت صح؟ عند تراب الانفراريد. تيجي الارض تابزورب السولار انرجي وترفلكت زم. ريفلكت ايه؟ زم از انفرايد انفرايد ريز صح ولا لا؟ وتش ار تراب باي زيز جازز. بس يا ست لما تبقى الصبح يعني كلمه سموك فورميشن السحابه السوداء. بص بصوا بتساوي كلمه في اخر كلمه في المنهج سيرما في الورقه سيرما الانفرجن ثيوري. الكلمه دي مهمه يا شباب. سيرما الانفرجن ثيوري اخر كلمه خالص في اخر سطر. دي جت مره في الامتحان قبل كده. يا اسراء الشمس لما بتطلع الصبح كاني بحكي حدوته. الشمس لما بتطلع السماء بتبقى كلير ولا بيوت؟ كلير. اخر النهار المغربيه كده وفي المغرب وانا مستني في رمضان ونستنى وبص في السماء كده تلاقي السماء مليانه سحب سوداء عوادم سيارات على جنب. واحد يقول لك ايه تفسيرها؟ هي دي اللي سموك فورميشن اللي هي السحابه السوداء. بصوا الشمس لما بتطلع الصبح بتدفي الهواء، فالهواء كثافته بتقل بتقل فيطلع بعيد عن مستوى النظر واخد معاه اي توكسنز. اخر النهار الهواء بيبقى بارد فكثافته بتزيد فبيفضل قريب من سطح الارض فاي توكسنز بتتجمع قدام الارض فبتشوفها. حد فاهم حاجه ولا لا؟ هي دي كده عن سموك فورميشن. نورمالي سام ورم الاير يا سلام عند كاري بوليوتنت او فروم سيرفس. سام تايمز وين اير بيكام كول الاير اوف دنس كول اير استراب اندر الاير اوف ليس دنس ورم اير. فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى بريفنت اسندنج اوف بوليوتنت. دي اللي بنسميها سيرما الانترجنسي. وبالله التوفيق.